بونسوار. جولتنا بأسواق اليوم تبدأ من دبي وتحديدا مع عماد بروبرتيز يلي أعلنت عن ارتفاع أرباحها الصافية بالربع الأول من سنة 2014 بنسبة 55% وبلغت 863 مليون درهم أو ما يعادل 235 مليون دولار. سبب النمو بيعود لارتفاع مبيعات العقارات والأداء القوي بقطاع التجزئة والضيافة. بالمقارنة مع أرباح الربع الأول من سنة 2013 اللي بلغت 556 مليون درهم أو 151 مليون دولار، منشوف مدى نجاح أداء عمار بروبرتيز خلال فترة السنة وإلى أي مدى قدرت تستفيد من نمو الاقتصاد بدبي. ومننتقل لأمريكا مع ارتفاع الأسهم الأمريكية لليوم السادس على التوالي مع تسجيل S&P 500 أكبر ارتفاع من أيلول مع ارتفاع أسهم الرعاية الصحية بالإضافة لأرباح نتفليكس بعد أعلان عن رفع أسعار الانتساب للأعضاء الجدد. وبالأرقام ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 3.5% بآخر 6 أيام، أما مؤشر داون جونز فهو على أعلى مستوى له من 3 نيسان. ومننهي مع الباوند البريطاني اللي ارتفع إلى أعلى مستوى له من 7 أسابيع لهلأ مقابل اليورو بسبب توقع رفع تكاليف الاقتراض من قبل مصرف إنجلترا نهار الخميس. من جهة تانية لمس الباوند أعلى المعدلات بأكثر من 4 سنوات مقابل الدولار جراء نمو وتوسع الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من المتوقع. على هالأثر ارتفع الباوند بنسبة 0.2% ل 82 بنس مقابل اليورو أعلى مستوى من 28 شباط، وقد ارتفع بنسبة 0.2% ليوصل ل 1.68 دولار. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكن بكره.